بترجاكم تركوني، انا ماني مجنونه، تركوني عملكم، تركوني ماني مجنونه، بترجاكم من شان الله تركوني، من شان الله تركوني عملكم، تركوني انا ماني مجنونه، انتم ما عم تفهموني، تركوا تركوني، انت عم تسمعني من شان الله، وانت كمان هدي شوي، هلا بترتاحي، استرخي وحاولي ولا حركي، لا تخدريني، بترجاكي لا تعملي فيني هيك، لا لا بترجاكي تركيني، عملكم انا مو مجنونه، مالي مجنونة، حبيبي إبراهيم، ابني، ابني، سامحني حبيبي، سامحني إبراهيم. جاونا واحدة مجنونة، جاونا شباب، في ناس تعبانة، إذا بتريدوا، إذا بتريدوا اهدوا، بيكون الدواء أخذ مفعوله هلأ. إيه تمام، خود شو هذا ابني؟ سكة كوز. دكتور لو سمحت، كيف وضعت يا رخانو؟ طمن، هلا اعطيناها مهدئ. المره مسكينه لما شافت جثه ابنها طار عقلها، موت الابن صعب كتير، الله لا يرجي لحدا. عفوا انت شو بتكون له؟ انا يا دكتور زلمه غريب بيك، عنصر مكافحه الارهاب قادر، بس انت فيك تقلي قادر حاف، القراب مني بسمح لهم ينادولي بهذا الاسم. إذا بدك حضرتك كمان فينا نعطيك مهدئ، مو مبين عليك إنك طبيعي بنوب. شكلك ما فهمت علي يا دكتور، عم قلك غريب بيك، مكافحة الإرهاب، شو لك أكتر من هيك؟ الظاهر وجودك مع المجانين لفترة طويلة طير لك عقلك. ها ترمني شوي دكتور. ليك أخي الكريم، أنا دكتور ولهلأ أنا ما عندي أي علم بالشي اللي عم تحاول توصله من كلامك بنوب. لحظة دكتور، هاي البنت افتريت على البيك، وهي البنت مريضة وبسببها رمولة البيك بالسجن، فهمان علي مزبوط؟ البنت مريضة، إذا عطيتني تقرير بجنانها الغريب بيك رح ينفذ. يعني القصة هيك دكتور، لما بيكون البيك جوا نحن ما منكون مرتاحين كتير، عم تفهم علي؟ ما بجن جناننا، مو مثل هدول الموجودين عندكم، نحن ساعتها منقرر نقتل شي حدا، وانت بتعرف شو بيقولوا عن هاي الحالة بعلم النفس. يعني فيني اعتبر انه انت عم تهددني هلا؟ شو بك دوختني يا دكتور؟ مو على الفاضي صرتوا دكاترة، انتوا أذكياء وبتلقطوها. بسيطة، أنا بدي روح هلا، إمتى بيطلع التقرير حتى أجي؟ يلا، بعد كم شي ساعة برجع وبمر لعندك، إذا ما طلع التقرير، هداك الوقت قلنا حديث تاني، وبالإيد رح نطالع التقرير. نهارك سعيد دكتور. خد هدول ولك.